بحال الناس سعدي ديما داقان وغارق في النعاس هادي هي النقطة اللي في ضات الكاس أزاري لا كنتي ورضى بيد قطرك لا كنتي صوف نغسلك ولا كنتي حتى جل عند الطلبة نحاضرك أزاري لا كنتي ورضى بيد قطرك لا كنتي صوف نغسلك ولا كنتي حتى جل عند الطلبة نحاضرك ونعطيها بضغري وإلا كان شوفني غالي نرخص لي مهري وهاد الحكاية ما عرفتش باش غتسالي واش نكمل في طريقي ولا نرضى باللي مقسوم علي طلبة نحاضر أزاري لا كنتي ورضى بيد قطر لكنتي صوف نغزلك ولا كنتي حتى جل عند الطلبة نحاضر.